جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من الجمهورية العربية السورية حلب، رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف كاف شين، يسأل ويقول: هل يجب على المرأة إذا كانت كبيرة في السن أن تدخل في العدة إذا توفي زوجها؟ نعم، إذا توفي زوجها وجب عليها أن تعتد عدة الوفاة مطلقة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. وليس هناك فرق بين الكبيرة والصغيرة. نعم.